المرة اللي فاتت بدايته بس اللي هي انا قلت الارتفاع ممكن يكون عليه نورمال وممكن يكون عليه ام اكس وعليه ام واي والكيو اي والكيو اكس والام تورشن عليه كل حاجه تمام. طيب عايزين نتكلم على كوزين بي. اتكلمنا على البرنسبل ستريسز اللي هي السيجما ماكسيمم وهنا والتاو ماكسيمم والزاويه بتاعتهم، واتكلمنا كمان يا جماعه عن التاو ماكسيمم وكمان الانكلايند ستريسز او الانكلايند بلان ستريسز اللي هو التاو الفا والسيجما ايه الفا. بس قلنا ان الاسئله ممكن تيجي نوعين، تيجي تعرض مباشر زي ما شفنا المساله اللي فاتت كده ان هو يديك اليمنت ونحط لك عليه اليمنت ده سيجما اكس وسيجما اون وتاني ويقول لك هات البرنسبل ستريسز وهات الايه؟ الستريس على الانكلايند بلان. ودي كانت في سنه بالسنين قبل كده مش عارف تقريبا 2014 15 حاجه كده تمام؟ بس طبعا الكلام ده نادر الحدوث، يعني زي كسوف الشمس كده بتحصل كل فتره تمام؟ انما الاساس يا جماعه اللي هو بيديني ايه؟ بيديني مساله عاديه جدا ويقول لي ايه؟ هات لي البرنسبل ستريس عند نقطه معينه. طيب الافكار في الموضوع ده يا جماعه روح ولا طلع عملي؟ لا مش معانا في الصف. هات اهو العيال. طيب في يا جماعه كذا فكره في الموضوع ده، اولهم فكره البيم. لو ممكن يديني بيم كده مش يقول لي ايه؟ عايز قيمه النورمال ستريس والشيل ستريس عند اليمنت واحد واليمنت اثنين واليمنت ثلاثه. وبعد كده بقى لي البرنسبل ستريس عنده. ده كده يا جماعه عباره عن جمله قطعت فيها ظهر الانقضاء بتاعي بالشكل. هتعامل مع مساله زي كده ازاي؟ اول خطوه يا باشمهندسين بحول المساله بتاعتي لبيم عاديه. هنا في اربعه وهنا في اربعه. مش من التماثل يا جماعه، بيدينا اربعه اربعه. سيجما اف اكس يبقى ده بكام؟ نرسم النورمال والشيل والمومنت. مفيش نورمال. النورمال بزيرو. الشيل. اطلع اربعه. وامشي عدل وانزل اربعه وامشي عدل وانزل اربعه وامشي عدل واطلع اربعه. البند مومنت فاست فول اربعه في اربعه في 16 واربعه في اربعه في 16. يبقى انا كده يا جماعه حولت البيم بتاعتي. الناس شايفه ورا ولا لا؟ فاكر انا حولت البيم بتاعتي بيم عاديه عليها الاحمال بتاعتها، رسمت النورمال بصفر ورسمت الشير طلعت اربعه ونزلت الاربعه، نزلت اربعه بقى ده كده شكل الشير. والمومنت اربعه في اربعه في 16 و16 بقى ده شكل مين؟ المومنت. فيها مشكله؟ طيب عايزين بقى يا جماعه نبدا نشتغل على السكشن بتاعك دي واحد واحد كده ونبدا نشتغل عليه. فور اليمنت واحد. بالنسبه لواحد ده يا جماعه انا محتاج الام وام اكس وام واي وكيو اكس وكيو واي وام تورشن. طالما محتاج اشتغل نورمال وشيل. برنسبل يبقى انا عايز اشتغل على الكل. هو سكشن اثنين واحد ده يا جماعه هنا واحد ده هنا كده في المسيح. النورمال عنده كام؟ صفر. واحنا قلنا ان ام واي دايما في التمرد كام؟ صفر. ام اكس عكس شرط البندنج مومنت، البندنج مومنت ده موجب يبقى هنا يبقى ايه؟ سالب. طب كام هنا يا جماعه؟ ممكن تجيب شويه مثلثات؟ ده دي في النص بالظبط يعني كام؟
8 وممكن واحد يقول لك نعم شلونس هو مش نص بالربع نعم 4 ممكن واحد يقول لك نعم شلونس اشتغل دي 4 والمسافه دي 1 يبقى المومنت عباره عن 4 في 1 بكام 4 بيضغط فوق ولا بيشد فوق 50 دلوقتي بيضغط فوق يعني شارع سالب يبقى سالب 4 كل طب الكيو اكس مفيش قوه في الاتجاه اكس يا جماعه الشين اللي عندي اللي هو الشين فورس دايجرام ده يا جماعه في اتجاه واي صح يبقى كيو اكس عندي كام صفر والكيو واي عندي كام 4 ولما توشن بصفر عارفين ليه لما توشن بصفر حتى من غير ما افكر الحته دي احنا اتكلمنا مع الدكتور فيها في الاجتماع اللي فات قلنا له بالنسبه للقطاعات الغير دائريه التورشن قال لو انا هجيبها لهم في الامتحان هجيب لهم كذا يعني هدي القوانين بتاعتهم هو كلام بس امبارح انا عليها؟ اه هو كلام بس ما خدش رقم بس لا ده انا القانون انت بتقول طب ده القانون طب ايه مشكلتك بقى؟ في ناس مش عارفه اصلا اللي هي الحروف اللي في القانون عموما يبقى هو كده يا جماعه فضى الطبش كلها في الغير دايري فيجيب لك دايري في الامتحان ان شاء الله. او بيدربك وبيجهزك عشان الامتحان. ربنا سهل. المهم فهنا يا جماعه مفيش على الكاميرا تورشر. هيجي منين التورشر؟ تمام؟ اه يعني عندي الاحمال كلها جايه في اتجاه واي وبتمر بالكاميرا مش هتتفاعل حوالين ايه؟ بالظبط انا عندي ليه متوش في الكاميرا صفر طيب شباب من خلال دول اقدر اطلع السيجما اكس اللي هي هتبقى كام؟ ام اكس على الاي اكس واي مش عايز صوت ام اكس بكام يا شباب؟ سالب 4 في 10 ناقص 5 على الاي اكس اللي هي 20 في 40 تكعيب على 12 الواي الواي بقى اللي هو كام يا جماعه؟ هو انت عايز تجيب سيجما اكس عند مين؟ عند الواحد هو واي واحد بكام؟ ب 10 يعني هشيل واي واحد في مكانها كام؟ 10 يبقى اقدر اطلع فين السيجما اكس ولا لا؟ معايا ولا لا مش مسلم؟ طيب من خلال دول مش هقدر اطلع فين التو صح؟ طب انا عندي قطاع واقف في الفيل عليك يو واحد يقول لي ده قطاع من القطاعات الجاهزه ركزوا معايا في الحته دي هيقول لي ان الشيل في البدايه بصفر وفي النهايه بصفر وفي النص الثلاثه كده عارف مين ايه انا ولا عايزه في البدايه ولا عايزه في النهايه ولا عايزه في النص انا عايزه هنا على بعد 10 سم طب ينفع يا جماعه اجيبها هنا دي بكام؟ نضطر بقى نستخدم ايه يا جماعه في الحاله دي؟ قانون العام بتاع التاب القانون العام بتاع التاب بيقول لي كيو في اس اكس على الاي اكس في البي صح الكيو كام؟ ب 4 8 يعني ب 4000 في اس اكس هقطع واشوف المساحه اللي فوق هي المساحه اللي فوق دي كام يا جماعه؟ مش انا عندي الدبس كله 40 فوق 20 يبقى فاضل لي كام؟ 10 يبقى 10 في 20 دي المساحه 10 في 20 وبعدها عن السنترويد ده 15 على الاي اكس اللي هو 20 في 40 تكعيب على 12 في البي اللي هو عرض الكاميرا عرض الكاميرا اللي هو كام؟ 20 اقدر اطلع قيمه الدواء ده يا جماعه سهل غلط وفين ايوه تمام تمام طيب بقى معايا سيجما اكس ومعايا قيمه مين؟ التاب والسيجما واي يا جماعه طالما مش اداله اجيب انت بكام؟ عايز بقى البرنسبل ستريس واتعوض معايا؟ واضح؟ طيب ايليمنت اثنين ايه اللي هيختلف دول؟ خلاص كده ايليمنت واحد في مشكله يا جماعه؟ ايليمنت اثنين هشيل دول النورمال عند ايليمنت اثنين يا جماعه كام؟ النورمال بصفر والام اكس سالب 16 والام واي بصفر والشير بصفر والتورشن بصفر نتيجه دول يبقى التاو بكام؟ صفر طب ونتيجه دول يا جماعه مش السيجما اكس بتساوي سالب 16 ب 10 اس 5 على الاي اكس في الواي طب هي الواي بتاع ايليمنت 2 دي بكام؟ صفر
قبل اللحظه دي انا كنت ان النقطه الوحيده في الكاميرا دي اللي مش عليها جدار قلب الكاميرا هنا. يعني لو انا جيت عايز اكسر اعدي ماسوره كهرباء ولا تكييف ولا اي حاجه وجه مهندس قالك كسر في النص ده هتقول عليه عويض. اقول لك ده راح يكسر في نص الكاميرا في قلبها. ما قلبها ده في الحاله دي مش فيه جهاز. النقطه دي يا جماعه الاليمنت ده مش عليه اي جهادات مش مصيبه. فلو مش موجود اصلا عندي حاجه في تدوير في المكان ده مش هيضر حاجه. بس ما ينفعش خالص اجي هنا مثلا اروح جاي مكسر هنا فوق او مكسر تحت. انتوا عارفين يا جماعه الحدادين شغل المواقع بيحط الحديد تحت وبيحط عين فوق، ما حدش بيحط عين فوق في النص. ليه؟ مش الاجهاد ام على الاي في الواي؟ صح؟ ام على الاي في مين؟ الواي. فمين الواي الكبيرة؟ هي اللي فوق اللي تحت. فاقصى اجهاد بيكون فوق واجهاد بيكون تحت، انما في النص في الغالب يا جماعه يكون الاجهاد بكام؟ بصفر. والمشين سكربول عشان ايه؟ عشان اعرف النص. خلاص؟ فده يا جماعه بالنسبه للايمنت ايه؟ عشان الدكتور ممكن يجيب لك مساله زي دي وراح جاي بقى جايب لك سؤال كده ظريف يقول لك ايه؟ يا ابني يقول لك ايه؟ اختار الايمنت تشوز سويتبل ايمنت تو باس دكت اوف كهرباء. عايز اعدي ضغط يا جماعه من الكاميرا ويقول لك ايه انت عايز ايلمنت واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه باختيارات. تمام؟ فانت تبقى على اي اساس يا باشمهندس تقول انا هختار ايلمنت؟ الايلمنت اللي مش عليه جهادات. الايلمنت اللي مش عليه ايه؟ الزيرو ستريس. واضح؟ خد بالك من مكان ايلمنت 3. ايلمنت 3 بتقولي هنا مش هنا. يا شباب تفرق ايه هنا من هنا؟ ان هنا في شير هنا مفيش شير. يعني هنا من ثلاثة هنا من ثلاثة يا جماعة ده انزل هنا كده النورمال بصفر المومنت بسالب 16 ام واي بصفر الكيو اكس بصفر كيو واي بسالب 4 لما تنشر بكام؟ بس برضه التاو هنا بصفر، حد يعرف ليه التاو هنا بصفر؟ هو مش الشيل ستريس يا جماعه في بدايه القطاع ونهايته دايما بصفر؟ طب مش الالم اللي هنا في البدايه فوق؟ يبقى الاجابه بكام؟ بصفر. السيجما اكس يا جماعه ام على الاي في الواي، ام بسالب 16 في 10 اس 5 على الاي في الواي، الواي هنا بقى ماكسيموم يا جماعه 20 اقدر اطلع منها 50. فاهم المشكله؟ ده اول نوع من المسائل اللي هو ممكن يجيب لي مساله ويبقى عايزني اشتغل عليها واطلع النورمال ستريس والشيل ستريس وبعد كده ابدا اشتغل. نيجي بقى الليفل الوحش. مساله العيال التقيلة. لو جابها بقى اداك نقطة عليها ولا كاتبة نسبة الاستريس؟ بص انت هتجيب المال كله النهارده. المسألة دي راجل طلب مطلوب واحد عايز البرنس والاستريس عند نقطة ايه؟ يعني عايز سيجما ماكسيموم وسيجما مينيموم والتو ماكسيموم والفا بتاعتهم عنده نقطة دي. ببدأ أتعامل مع المسألة إزاي في الفيزياء؟ أولاً قطاع هنا طالما كلمة برنسبل ستريس يبقى أنا هدور على الإم والإم إكس والإم واي والكيو إكس والكيو واي والإم النورمال القوة العمودية على القطاع اللي في اتجاه العنصر اللي في القطاع مش القطاع هنا العنصر اهو يبقى النورمال كام وكام؟ 2 و4 بسالب 6.
تعالوا نجيب الحاجات السهله الاول. كيو اكس وكيو واي. كيو اكس قول دي اكس كام؟ 8 طن. بعد كده اكس. كيو واي 6 طن عكس اتجاه الواي. دول بقى يا جماعه يعتبروا ام اكس وام واي وام زد. ام اكس وام واي وام مين؟ ام زد. ام اكس يا جماعه بستبعد القوه الموازيه لاكس، يعني هستبعد ال 8. اتبقى معايا 2 و4 و6. ال 2 وال 4 دول بيمروا باكس. للي مش مصدق، ال 2 وال 4 دول في اتجاه مين؟ زد. صح؟ وانا بجيب مين؟ اكس. يبقى زراعه اسمها هيبقى في اتجاه مين؟ واي. هو من ساعه ما امشي من عند الاثنين دي لحد ما اوصل هنا يا جماعه في مسافات واي؟ إذا كان الاثنين دي بتمر بالقلب. طب معايا؟ يعني الاثنين ولا الأربعة هيعملوا إم إكس عشان الاثنين موازين بيمروا يا جماعة محور مين؟ محور إكس. بقى مين بس؟ الستة. فالستة دي اللي هتعمل إم إكس. الستة دي في اتجاه واحد. وأنا هعمل إم إكس يبقى زراعة عزم في اتجاه مين؟ زد. ستة في اتنين. ودي عايزة تعمل مومنت ازاي يا جماعة؟ مش عايز تعمل مومنت كده؟ يعني عايز يشد فوق ويظهر فين؟ تحت. طالما يشد فوق يبقى شرطه ايه؟ موجبة. يبقى المومنت هنا موجب 12 طن في المتر. ام واي بستبعد القوة الموازية لواي. أنا عندي يا جماعة الستة دي موازية لواي. فعندي 8 و2 و4. برضه الاثنين دي بتمر بالقطار، مش هتعمل مومنت خالص. فاضل لي الثمانية والأربعة، آدي الثمانية وآدي الأربعة. الثمانية دي يا جماعة في اتجاه إكس، وأنا بجيب إم واي، يبقى زراعة عزم في اتجاه مين؟ زد، يبقى ثمانية في اتنين، وبتضغط يمين الواي. مش رايحة يمين يا جماعة إيه؟ يبقى ثمانية في اتنين وبالسالب. الأربعة دي، الأربعة دي في اتجاه زد، وأنا بجيب واي، يبقى زراعة عزم في اتجاه مين؟ إكس. أربعة أربعة. وبرضه يا جماعة موجودة على يمين الواي، بدليل يا باشمهندس لو أنت خدت محور الواي ده حطيته هنا، برضه هتلاقي الأربعة دي على يمينك. لو كانت هنا كانت هتبقى على شمالي. طالما الأربعة على اليمين يا جماعة يبقى عزمها بتضغط يميني على الشرطة برضه سالب. يعني عندي سالب 16 وسالب 16 سالب 32 طن في المتر. إم تورشن بقى. نظرية الأخرى. تمام؟ أنا عندي دي أهي يا جماعة، القطاع ده اللي أنا عايز أحسب له التورشن. لو القوة كده يا جماعة هتعمل لي تورشن؟ لا. طب لو القوة كده برضه هتعمل لي تورشن؟ اللي بيعمل نورمال مستحيل يعمل تورشن. طب لو القوة كده يا جماعة برضه هي مش دي بتمر بالممبر يا جماعة؟ برضه مستحيل تعمل تورشن. مين بس اللي ممكن تعمل تورشن يا جماعة؟ دي. يعني لو كانت في قوة كده أو قوة كده. غير كده مش حد يعمل تورشن. فأنا عندي هنا كلام. ستة، ستة في كام؟ في أربعة، ستة في أربعة تعمل تورشن كده يا جماعة. ستة في أربعة هتعمل لي تورشن كده. ستة في أربعة في 24 طن في المتر. من خلال دول أقدر أجيب سيجما إكس اللي هي بتساوي إن اللي هي سالب ستة في 1000 على الأريا اللي هي باي على 4 في 20 تربيع. 40 تربيع. ام اكس 12 في 10 اس 5. اي اكس باي على 64 في 40 اس 4 واي. ام واي 32. في 10 اس 5. على اي واي باي على 64 في اكس. انا عايز اجيب رجاله عند مين يا باشمهندسين؟ شباب. عايز اجيب رجاله عند ايه؟ هي احداثيات ايه كام؟ صفر اكس بصفر والواي ب 10. عوض يا باشمهندس هتطلع قيمه مين؟ سيجما اكس. مفيش مشكله دي. مشكله هنا. نتيجه كيو اكس التاو الناتج من كيو اكس. انا عندي القطاع بتاعي اهو يا باشمهندس. وكيو اكس هنا كده قيمتها 8 طن.
يشيل الستريس بالبدايه بصفر وفي النهايه بصفر وفي النص باربعه كيلو على 3 دقايق. واتجاهه عن بنقطه ايه كده؟ يبقى ده التاو يا جماعه. يبقى تاو كيو اكس اللي عنده نقطه ايه؟ بتساوي 4 كيو على 3 ايه؟ 4 في 8 في 1000 على 3 من المساحه. بقى 4 في 40 تربيع. ادي انت طبعا. طيب التاو الناتجه من كيو واي. ادي القطاع بتاعه وادي كيو واي اهي. احنا عارفين ان في البدايه وفي النهايه بصفر وفي النص ب4 كيو على 3 ايه. المشكله انا ولا عايز في البدايه ولا بالنهايه ولا بالنص. انا عايز هنا واحد يقول لك اشتغل بالقانون العام، يقول لك ما ينفعش يا بابا. القانون العام بيقول لك ان كيو في اس اكس على الاكس بي. حد عارف الاس اكس بتاعتي بكام؟ انت عارف اصلا هتقول مساحه حتى لو استهبلنا وعملنا مساحه. تمام؟ طب السنترول انت عارف فين؟ فالموضوع يعني صعب قوي. طب في الحاله دي بنعمل ايه؟ مش انا 200 يا جماعه المسافه دي 10؟ صح؟ وانا معايا نص القطر 20. اقدر اطلع الزاويه دي ولا لا؟ كبرنا الشكل اهو. دي 10. ونص القطر ده كده 20. مش هقدر اطلع يا جماعه الزاويه دي اللي هي الزاويه دي؟ ساين الزاويه بيساوي المقابل على الوتر. ايه الزاويه اللي الساين بتاعها نص؟ 30. البلاطه بتاعتي دي كام؟ ب 30 صح؟ تبقى الزاويه دي كده يا جماعه ب 30. طب واحد يقول لي كسبني ايه انا لما عرفنا ان الالفا 30؟ هقول لك ما هو التاو هنا تساوي 4 كيو على 3 ايه كوزاين الالفا. موجوده في الكتاب. تمام؟ لا خدت في امتحان قبل كده مره. تمام؟ يا حبيبي انا عايز اجيب الزاويه. ونضرب في البوينت الماكسيموم؟ وفي تاو ماكسيموم يعني. يعني تاو كيو واي اللي عندي الايه؟ تساوي 4 كيو، الكيو بتاعت الايه دي بست. في 1000 على 3 في الايه؟ في ساين ال 30 او كوزاين ال 30. بطلعها. طب التاو هنا يا جماعه تبقى اتجاهها عامل ازاي؟ كده. صح؟ اخر حاجه بقى التاو الناتجه من التورشن. احسبها هنا كده. التاو الناتجه من التاو ليه؟ من التورشن. هو مش هيعدي القطاع بتاعي كده يا باشمهندس؟ والتورشن كده؟ بص يا باشمهندس، اي نقطه على الخط ده هيبقى سهمها كده. واي نقطه على الخط ده سهمها كده. وهنا كده، يعني دي كده، ودي كده، ودي كده، ودي كده. انا عندي اف ايه؟ مش هنا؟ يبقى تاو ايه ازاي؟ كده. التاو ايه؟ الناتجه من التورشن تساوي ام تورشن في الار على اي كولر. ام تورشن بكام؟ ب 24 ب 10 اس 5. الار بكام؟ ب 10 على اي كولر باي على 32 في 40 اس 4. اطلع فين مين يا جماعه؟ التاو. بس انا جبت التاو نتيجه التورشن لوحدها، التاو نتيجه الكيو اكس لوحدها، والتاو نتيجه واي لوحدها. انا عايز اجيب التاو توتال. بتساوي مين؟ اللي مع اكس بجمعهم مع بعض، يعني دي اكس ودي اكس. يبقى تاو اللي ناتجه من الكيو اكس زائد التاو الناتجه من التورشن باربعه. وبالنسبه للتاو بتاعت الكيو اي برضه بربعها واحطهم كلهم تحت مين؟ الجزء عشان اجيب التاو كله. بص يا جماعه في منهم في اكس وفي منهم في مين؟ واي. انا عايز اجيب المحصله فاجمع كل اللي مع اكس لوحده ومع كل اللي مع واي ليه؟ لوحده. بعدين اجيب الجزء التربيعي للتربيع الاثنين يا جماعه. فيها مشكله؟ بقى معايا سيجما اكس ومعايا مين؟ التاو. اقدر اطلعها ولا لا؟ مش مصيبه. بص طيب قيس على كده بقى اي مساله. يعني ممكن مثلا يديني المساله بتاعتي انفيجن كده ودلان ودي كده احمال. يبقى جاي ازاي لك حل هنا كده قيمته 4 طن.
ويحط لك الاربعه طن ده هنا ويديك نقطه هنا يقول لك هات لي البرنسبل ستريس عندك. ما انا برضه هاجي على النقطه دي طلع لها النورمال والام اكس والام واي والاي كيو اكس والاي كيو واي والام تورشن. هو الام تورشن بتاعتي هتعمل ازاي؟ مين اللي هيعمل تورشن هنا؟ الاربعه. تخيل كده انا عندي ده البلان او ده الرسمه بتاعتي وانا جيت خبطت هنا مش هيحصل لي تورشن؟ انما انا جيت خبطت في النص مش هتعمل تورشن. لازم يا جماعه يبقى عليه على الخط وقيمه التورشن اللي انا هتبقى عباره عن مين؟ الاربعه في نص القطر ده. هيعمل لي تورشن كده واضح يا شباب؟ تمام يا جماعه؟ زي ما قلت كده قيس على كده اي مساله خدناها قبل كده ممكن تيجي معاك المنظر ده. تمام؟ طيب يعني ممكن يجيب لك الفيجن وبلان، الفيجن وسايد فيو، يجيب لك سبيس فريم، يجيب لك مسائل بيم، ده اول واحد في دماغك، يجيب لك فريم، يجيب لك اي حاجه. المهم انا ابدا اشتغل عليه ايه؟ واطلع النتائج بتاعتي. ده بالنسبه لشابتر 6. كمان في مفاجاه جميله. شابتر 7 اربع سنين اول مره يتشد. وقال ان الجزء اللي هيشرحه هيبقى للمحاضره فقط، يعني احنا مش هنقدر ندخل في السكيشن طبعا. وهو قال هشرح الجزء بتاع التمبر ستيل اول ثلاث امثله في ال دي مفاجأة تانية. هو بنسبة 99.9% مش جاي. لما انت قلت انا قلت ايه؟ تعالى هنا تعالى هنا. قلت ايه؟ لا 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 بجد والله قلت ايه؟ معلش يعني كلمة اول اللي حصل. اه ايه اللي حصل؟ ولا ما فكرني عشان ما اغلطش السينما السنة الجاية. والله بتكلم معاك بجد، انا بتكلم بجد والله. ملخص ان احنا بنتفاجئ، احنا وانتوا بنتفاجئ. والله يا باشمهندس انا سبت 1.10%. يعني مفيش. بص يا جون صوت ما انت عايش في كليه هندسه مفيش فيها ربنا. طب في مفاجآت تاني في المنهج ده ولا ايه؟ لا خلاص هي الحته بتاعت التورشن والحته بتاعت الحته الصعبه.